وليد سهاونة من وامد.com. أنا قاعد مع عبد الحميد غرندوخة من أجرني. عبد الحميد تقدر تحكي لنا عن فكرتك وأجرني؟ فكرة أجرني هي سوق اجتماعي يوفق بين الأشخاص اللي عندهم أغراض مميزة وحابين يأجروها بلس الأشخاص اللي حابين يستأجروا هاي الأشياء. طبعاً أكم واحد في عنده أشياء غالية ومستعد إنه يأجرها، أوكي، وأكم من شغلة إنه ممكن شغلة تستخدمها مرة واحدة، فليش ما إنه تأجرها؟ فهذا السوق راح يوفق بين هذول الطرفين. وكيف توصلت لفكرة أجرني؟ وبصراحة بالبداية شفنا إنه هاي كتير مشكلة مش موجودة عندنا بالمنطقة العربية، إنه عم بتوفر لو قلنا السوق اللي عم بضم هذول التنين، هذول الشخصين بالكونسبت اللي نحنا وفرناه. والفكرة طلعت من ستارت اب ويكند عمان ولا كانت بالك من أشهر؟ أو بصراحة الفكرة تقريبا قبل بأسبوع من ستارت اب ويكند عمان، عملنا ريجستريشن للدومين وقلنا ليش ما نفوت فيها في ستارت اب ويكند عمان within 3 days and والحمد لله عملنا بروتوتايب كامل، تقدروا تفوتوا على ajourney.com وتشوفوه. وشو التارجت ماركت تبعكم مع أجرني؟ اوكي، هلا عدا age group معين عم targeting ولا class؟ For us we are targeting both، يعني let's say the users public العاديين plus إنه الشركات services. ففي عنا طبعا زي revenue model سواء للشركات للprofessionals plus الأشخاص العاديين. بسيرة revenue model تقدر تفسر لنا زيادة كيف you going to generate revenue؟ هلا we have two sides. First one from ads, okay, public and private ads. The other is from subscription. يعني people بيقدروا بالأول مجانا إنهم ينزلوا يعملوا upload لproduct، بس ضمن limited let's say بيقدر مثلا يعني بالشهر مرتين أو ثلاثة. بعدين إنه إذا بدي يفوت كبزنس إنه بيقدر يعمل مثلا 10 يعمل upload بالشهر. بلس إنه يقدر يعني contact with these people، يعني مثلا بقدر نفتح له 10 contacts per month. طبعا في عنا كمان الاخر كاتيجوري واللي هو للبروفيشنال اللي بقدر يعمل عدد اكبر طبعا. يس. اللي عم بأجر البرودكت تبعته ما في خوف على البرودكت تبعته من ناحيه سكيورتي يصير لها شيء؟ مثلا اذا واحد عم بأجر غرفه او ميتنج روم، كيف تقدر تضمن انه راح ترجع لاصلها؟ هلا هذا كثير سؤال حلو. هلا في عنا بصراحة عن طريقتين. الطريقة الأولى إنه نحنا بلس بالنسبة للبرايسينج أوفرز، مثلاً الفري يعني بكون عنا ليفل اوف انشورنس ليتس ساي بكون ليفل 1. If he get let's say the business we get the level 2 which is more insurance we may somehow cover sometimes يعني any lose any يعني any let's say any loses they may happen. بلس في عنا برضو البوليسي تاعت الأجرني إنه ما في عنا بس إنه زي ما حكيت لك إنه مش بس يعني متنوعة راح تكون، يعني مش يعني مثلا واحد بدي أجر ميتينج روم لإله فراح يكون somehow إنه التنين موجودين بنفس المكان. بلس إنه في عنا طريقة جديدة وكتير حلوة إنه كل شخص في عنده زي ريتينج، فبكثير بهمه إنه يضل الريتينج تاعه عالي على أساس to get more response. بلس في عنا برضو للمدى الاستجابة تاعته للطلبات اللي بتيجي، فهذا كلياته بيجي ريفيوينج وبيخليه انه دائما محافظ يحاول يحافظ على الليفل تاعه. وحاليا هي ويب بيست اب؟ يس. موبايل فيرجن ولا هنفكروا بموبايل فيرجن للمستقبل؟ اكيد، يعني نحن كثير حاطين املنا انه نعمل برضو موبايل ابلكيشن، بس ليتس سي نحن لسه بروتوتايب. We are looking for to see إن شاء الله funding بالمستقبل القريب. وأنت وكمان واحد بالتيم ولا؟ أنا ومايكو فاندر الأخ فادي. He's the developer. He's really seasoned developer. والحمد لله يعني we are working harder. Weekend. صراحة تعرفنا على بعض هون في ستارت اب ويكند. يس، هو صار يقول لي بدك ديفلوبر، قلت له يس اي نيد ا كوفاوندر ديفلوبر، والحمد لله اتفقنا مع بعض وكل شيء تمام مشي. يس.
كيف ستارت اب ويكند عمان؟ هاي اول ايفنت تروح عليها توصلها؟ يس بصراحه اتس ريلي يعني رايز ذا كومبيتيشن، فهمت علي كيف؟ هاي اول شغله، واكيد الانتربرنورز بهمهم يروحوا على هيك اماكن. بعدين ما احلى انه الواحد يتخيل انه يعمل بزنس خلال جاست 3 دايز. فعليا انا ما كنت مفكر بهذا الموضوع، لكن هاي تطبق خلال 3 ايام ان شاء الله، هي راح نبلش شغل فيه. يس موفقين عبد الحميد، شكرا لوقتك. يسلم وقتك. يسلم.